تأييد حزبي وشعبي واسع للاتفاق الوطني وتشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد. الوفد الوطني يصل إلى العاصمة العمانية مسقط في طريق عودته إلى صنعاء، ويدعو الأمم المتحدة إلى تلافي الاختلالات والأخطاء الماضية لإنجاح المشاورات القادمة. العدوان السعودي الأمريكي يصعد من عملياته ويشن أكثر من 80 غارة جوية على جيزان وعلى عدد من المحافظات. فيما قوات الجيش واللجان الشعبية تفتح المعبر الغربي لمدينة تعز، مصدر عسكري يؤكد مصرع 52 من المرتزقة في كسر زحف لهم باتجاه مهمة.